لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العصفورة. حياكم الله. العصفورة تقول: من أين لك هذا؟ شعار رفعته طبعا هيئة النزاهة، هاي اللي ما يدري، بس ما ندري احنا ايش قد مدى تطبيقه. وطبعا شعار قديم بمختلف الازمان، بكل حكومه لازم يتم تداول هذا الشعار، بس ايش قد ممكن نطبقه ما حد يدري. بس اذا ما تعرف هيئه النزاهه تسال، خلينا احنا نسال طبعا للسياسيين: من اين لك هذه الجامعه؟ ومن اين لك هذه المستشفى؟ من أين لك هذا الفندق السبع نجوم؟ ومن أين لك المعامل؟ معامل تأخذها من وزارة النفط، تأخذها من هذا، عدة سياسيين طبعا هسه ما مقصود بها السياسة بعينه. ولا حد يقول هذا من فضل ربي، لأن الله بريء منكم ومن فسادكم. هذه دعوة إلى هيئة النزاهة. إذا كنتوا جادين بتطبيق هذا الشعار فعليكم بتطبيقه. يعني ما معقولة والله واحد وزير وحرامات نتقرب يمه، واحد نائب وزحمة نتقرب يمه، واحد مسؤول وزحمة أخاف كذا. شو العلاقة يا أخي؟ هذا فاسد فاسد. وإلا من جاب هاي الفلوس؟ شنو نزلتها من السماء؟ هو بطرق الراتب، عسى ما كان راتبه 30 مليون، عسى ما 50 مليون بالشهر، يذب لي بفندق 200 مليون دولار، يذب لي بجامعة كذا مليار. شنو هلا؟ فإذا احنا فعلا جادين بتطبيق هذا الشعار طبقوا، لان هاي راح تصبح مثلبه عليكم. انتم اللي قلتوا راح نطبق من اين لك هذا، نجي على الفعل ماكو قبض. فلو تطبقوا، لو التزموا الصمت وتقولون يابا احنا ما نقدر، هي توافقيه، وكل من السبع اللي يعبي بالله بالسكه الرقي وخلص. فهذه دعوه نجددها لهيئه النزاهه، انه الجديه في تطبيق هذا الشعار، ومن دون مساواة أو والله شنو توافقية أو كذا. وهذا الملف إذا فتح قباله سني لازم قباله شيعي، حتى بملفات فساد أصبحت توافقية. فنتمنى تطبيقه على أرض الواقع، ونتمنى الإعلان للشعب العراقي حتى يعرفون فاسديهم منو، حتى من ينتخبون ينتخبون صح. مجالس المحافظات بدأت تشكل تباعا ما بين استحقاق انتخابي وبين توافقات فرضها العرف السياسي. قبل ما نجل الحديث والمقدمة مالتنا، احنا اول سؤال اريد نسأله: شنو وضع الاطار التنسيقي اليوم بعد ما صار بالمحافظات اللي علموا في جلسات سابقة انه لا تجديد لأي محافظ؟ هاي اول نقطة. راح يبقى الاطار متماسك، راح يبقى مستمر لو كل من يشوف دربه وراء هاي اللي صار بالمحافظات؟ هاي نقطة. النقطة الأخرى: التوافقية بواسط وكربلة والبصرة أعتقد ما نجحت. أكو رأي للجمهور العراقي صوت بالانتخابات للكتل اللي قدمت المحافظاتها، وبالنتيجة حصلوا على مقاعد تأهلهم من الظفر بولاية ثانية، وهذا اللي حصل اليوم بواسط والبصرة، ويوم أمس في كربلاء. هاي النقطة. النقطة الأخرى: بقية المحافظات طبعا وفق التسريبات الإطار التنسيقي قسم المحافظات على وفق المقاعد مجتمعين. الإطار التنسيقي يجي عنده بالمحافظة مثلا نصف زائد واحد، فيصير حسب عدد المقاعد المحافظ ورئاسة المجلس ونواب المحافظ ونائب رئيس المجلس. هاي لحد الآن، لحد هاي اللحظة ماكو التزام بها، لحد هاي اللحظة صارت من البارحة اليوم تخوينات وكذا وحديث. بس نريد نعرف هسه التوافقات أو استحقاق المهم المجالس اللي صار وراح تتشكل وتبدأ بعملها الرقابة على أداء المحافظين، راح تثبت جدارتها لو راح نرجع على نفس التوافقات القديمة
انه المحافظ هذا اذا ما اعطاني نسبه من المشروع اطيره، واذا ما خدم مصلحتي واجنداتي اطيره، ونرجع على نفس الدوامه. فتره ليست بالقليله 20 سنه المحافظات عانت معارف من مجالس المحافظات، فالمفترض انه ما تكرر هاي التجربه السيئه اللي اسمها مجالس المحافظات، اللي بعضها استخدموها وكانما مجالس للحصول على المناصب والمكاسب والمغانم. نفتح الحديث اكثر حول هذا الموضوع حتى نشوف المعطيات الاخيره بخصوص مجالس المحافظات مع السيد علي رفيعي رئيس تحالف قيم، حياك الله السيد علي، وكذلك السيد مناف الموسوي مدير مركز بغداد دراسات استراتيجيه، حياك الله السيد مناف، ولا زلنا بانتظار السيد عباس الموسوي سينضم معنا عبر الهاتف مستشار رئيس ائتلاف دوله القانون. بدي اياك سيد علي، ما شاء الله تحالف قيم المدني ايضا دخل بسالفه التوافقات، وما شاء الله بعض المحافظات الفرات الاوسط والجنوب صارت بها اتفاقات وخلاص، والمصلحه تتطلب ذلك والمصلحه تتطلب ذلك، هي غير توافقيه جاب المصلحه بالنص. تفضل. شكرا، تحيه لحضرتك وللضيف الاستاذ مناف ولمشاهديني. يعني قالت لي العصفوره ما نحكي عنها. والله اذا تريد تحكي احكي. هالشيء العصفوره مهم يعني. يلا. هاي وين القاها العصفوره؟ انا يعني اسمعك وين ضامها العصفوره هذه؟ ما ادري، هي الطير. شو عندك بالله؟ لا يعني من قال لك هذا موضوع مهم حقيقه. ليس بجديد ترى هذا يعني في العهد الملكي اواخر العهد الملكي ايضا كانت حالات، طبعا مو بالصوره الموجوده يعني الحال اطلاقا، حالات رشوه وفساد، مو ايضا بالارقام الذي نشاهدها ونسمعها. يعني صدروا قانون تنسيق الجهاز الحكومي وشمل الاشخاص الذين حصلوا بطرق غير مشروعه استاثروا بها اموال الدوله. وراء العهد الملكي العهد الجمهوري صدر قانون تطهير جهاز الدوله واستمر ايضا. فهذه القضيه ليست قديمه يعني، الفساد موجود كظاهره. زين ليش ما يتم تطبيقها؟ ظاهره اجتماعيه. انا قبل ايام ثلاثه يعني من خلال الشرقيه يعني صدور الحكم على اشخاص جمعوا اموال كثيره، ذكروا بمحافظه ومحافظتين بالشرقيه. زين. بس ما عرفنا يعني هاي ذكرت حضرتك من الضروري تركيز الاعلام على هذا الجانب. خبر عادي بالضبط تذكرت الشرقيه ويجوز باقي المحطات ما تذكرها. هذا المفروض دور النزاهه تركز على هذا، لان هذه ظاهره كبيره الاثراء غير المشروع. احنا عندنا الشرع الاسلامي ما يقبل، عندنا القانون المدني داعش الان كقانون مدني كوني قانوني. القانون المدني عندنا من مصادر الالتزام الذي يترتب عليها هو الكسب غير المشروع. يترتب عليه ضرر ويحاسب الشخص، هذا موجود بالقانون المدني العراقي. من اللي تعرفه مر عليك عنده اموال طائله؟ والله امشي بالمناطق حضرتك واسال. امشي هنا مثلا بالجادريه بالمناطق اللي شاهد به القصور والكذا، اسال سياتيك الجواب. لا انا من اباوع عليهن القى قطعه مكتوب هذا من فضل ربي. انت حضرتك دي رب العالمين ما يرضى بالمال غير المشروع. زين. اي فضروري يعني هاي المساله ظاهره اتسعت حقيقه. اتسعت يعني تسال بنايه كذا فالشاب عمره بال 50 سنه، ما اريد اقول بال 40، كيف جمع هذه الاموال؟ شلون اجت الاموال؟ 50 سنه ترى زين. 40 سنه يجوز مثلا. اكو بعض الشخصيات يتجاوز عمرها العشرينات. اي بس هذا بعد اكثر هذا يعني. حضرتك ذكرت بعد اكثر. وهو شنو بابا ابوك. اي فشي يسوي؟ يسجلها باسم ابنه فيقول هذا منين؟ اقول هذا من فضل بابا. اي نسال بابا احنا. اي من يسال بابا؟ نسال بابا، نسال البابا تمنين شلون موظف؟ تدرج الوظيفي شنو؟ زين هذا سالفه طويله. هاي سالفه طويله. يرادلها حلقات قديمه. تعال سؤالك، تحالف قيم المدني اللي رافع شعار كلا للطائفي للمحاصصه نعم وللتوافقيه وللتحاصص، صار جزء من هاي الطبخه؟ نعم احنا لا صار جزء، ليس جزءا لا. اكو مشروع يعني احنا اساسا من اخترنا ودخلنا الانتخابات نعلم بوجود قوائم انتخابية، نعلم بوجود كتل تلتزم موضوع المحاصصة، بس هاي الديمقراطية، ديمقراطية بالشكل، من حق كل إنسان، من حق كل حزب
طالما أنه حزب مجاز قانونا من حقه أن يشارك بالانتخابات. احنا شاركنا كقوة مدنية، شاركنا بالانتخابات إيمانا بأن الانتخابات البرلمانية، المجالس المحافظات، انتخابات المجالس المحلية هي من متطلبات الديمقراطية، متطلبات يعني مو الأساس فقط انتخاب لا الديمقراطية أوسع، نعطيها مفاهيم أوسع، لكن جزء منها الانتخابات، تعبير الشعب عن إرادته، اختياره لممثليه بهذه المجالس بالبرلمان ولا بالمحافظات. فإحنا نؤمن بهذا، وبذلك إحنا شاركنا في كل مجالس المحافظات، شاركنا في أول تشكيلة لمجالس المحافظات 2013، وعلى ما أتذكر حصلنا على 11 مقعد. لأن كان حصلنا كيف طبق سان ليغو لأول مرة في انتخابات 2013 بالش اسمه بالتشكيلة الصحيحة لسان ليغو، 1 3 5 وهكذا. الإخوان من شافوا أن حصلنا على 11 مقعد رأسا شارك بالعمل ما شاركنا سابق، فمرتاحوا سان ليغو راحوا عدلوا سووا هاي 1.6 1.7 حتى يأمنوا. فإحنا نؤمن بهذه الممارسات، هي ممارسات ديمقراطية. الموضوع التوافقات في مجالس المحافظات وكذلك في البرلمان لازم يكون لك في توافق على مشروع المرشح، هذا المشروع ينسجم مع خطك احنا معاه، ما ننعزل يعني يكون احنا رفض من البداية. طالما شاركنا بالعملية الانتخابية، طالما صاروا عندنا ممثلين مجالس المحافظات، ينبغي أن يكون لهم صوت. هؤلاء هذه الكتل إن كانت موجودة، عندنا كتلة وطن موجودة في البرلمان وفي مجالس المحافظات، هذه التشكيلة الأولى. التشكيلة الثانية لمجالس المحافظات، إحنا نلتقي مع المرشح الذي نثق به إلى سمعته نزاهته. ينبغي أن ندعم هؤلاء المرشحين سمعته. خليك عن بس هسه أنتم اصطفيتهم مع يعني هسه بعض المحافظات، لا بعد ما كنت بعض المحافظات راحت للإطار التنسيقي. أنتم من البداية لا رحتوا مع التيار، وين إطار التنسيقي؟ وما رحتوا مع الإطار، مع من إطار التنسيقي؟ أكو محافظات هسه بغض النظر عن أساميها. أعطيني فد مثال بي إحنا المرشحين انتخبوا. إحنا الشخص اللي أحيانا ترى قد اليوم كم محافظة تم تصويت على محافظة بعيداً عن المحافظة البارحة كربلاء كانت. عفني لا عفني من كربلاء. اليوم البصرة واسط. البصرة والأخ المياح بالكوت. وصارت بالأنبار. أيضاً بالأنبار. والنجف. والنجف أيضاً صحيح. هذه إحنا مرشحين عندنا مرشح واحد في النجف عندنا صوته. هذا المرشح يكون قريب للمرشح الذي يجد في نزاهته وكفاءته وسمعته. احنا يعني تنفون انتم داخلين بهاي الطبخه، احنا دخلنا نطالب بوجود هكذا مجالس، نطالب بتشكيله جديده تنهي الصوره القديمه لمجالس المحافظات. حلو. الصوره القديمه الذي طلعت تظاهرات تشرين رافضه لمجالس المحافظات، من حق الناس تطالب بعد ما عانت من الاثراء، هذا الإثراء ماكو من أين لك هذا لدى أعضاء مجالس المحافظات، طلعوا طالبوا بحل المجالس. فإحنا الآن وجودنا بالمجالس، انتخابنا ينصب للمرشح حلو الذي يتمتع بسمعة نظيف اليد نظيف اللسان واليد، خلينا نقول هذا الذي بالإجماع ما حد يقدر يعترض كل على تصويتك لمثل هذا كل الشخص. سيد مناف، غياب التيار الصدري هسه اليوم احنا جاي نحشي على محافظة النجف مثلا، هي محافظها من التيار الصدري او محسوب على التيار الصدري، اليوم خلص انه وكأنما هناك اتجاه بعدم التجديد لمحافظين التيار الصدري. هل تتوقع هذا انه راح يثير حفيظة التيار الصدري لو الامور تمشي طبيعية؟ استاذ هشام في البداية أن يحييك وأحيي ضيفك الكريم أستاذ علي وجميع متابعي ومشاهدي قناة الشرقية. لا أنا أعتقد يعني في هذا البرنامج تحدثت قبل فترة، يعني قلت هذا كلام غير منطقي. اليوم التيار الصدري واضح في يعني واضح في طرحه، التيار الصدري الذي رفض المشاركة في الحصة الأكبر في الحكومة اللي كان إلى بها 7 وزارات وانسحب أكثر من 73 نائب، وبالتالي يعني هو بالنتيجة يريد أن يعطي مسألة واضحة وربما شرطين أساسيين، مسألتين أساسيتين. أولا أنه غير طامع بالسلطة،
ثانيا أنه ليس شريك في عمليات الفساد، يده بيضاء. بس بعد أن كان التيار الصدري عبارة عن شماعة يتم تعليق كل الأخطاء فيها ويتم تحديد كل الأخطاء فيها، كل ما يتحدث التيار كلما يطالب السيد الصدر بمشروع إصلاحي قالوا التيار شريك والتيار له حصة والتيار اليوم التيار مش شريك، والتيار ليس لديه الحصة وليس لديه مشاركة. يعني أنا عندي رأي في في الإخوان، وربما تحدثت معهم قبل الانتخابات، يعني قلت لهم أنتم ينطبق عليكم المثل العراقي مال ملطخ بدم المشاتيل، أنتم الآن أيضا راح تصبحون شركاء، لا تقول لي احنا ما لنا علاقة واحنا، أنت اليوم شريك في المحاصصة، أنت اليوم شريك في هذا النظام، شريك في ترسيخ هذا النظام، شريك في إعطاء الشرعية الحقيقية لنظام المحاصصة والحكومة المحاصصة. لا تسولف لي تقول لي احنا ما لنا علاقة واحنا الدور النظيف، أي نظيف؟ وين الدور النظيف؟ أنت من يسمح لك أن الدور النظيف؟ ما هو حجمك الانتخابي أمام الحجوم الموجودة حتى تتحدث؟ أبو البصرة ممكن يتحدث، محافظ البصرة، أبو كربلاء وتحدثوا، جابوا أصوات جيدة وأصوات منافسة، وبالتالي اليوم هم في عملية صراع. اليوم كسروا نظرية الإطار، كسروا ما تحدث به الإطار بأنه لا تجديد في الوجوه. طاري يسكت عن هذا الموضوع؟ إذا سمحت لي خطوة خطوة. اليوم الإطار يسكت، سكت اليوم الإطار. الآن بس اسمح لي، الآن سكت الإطار، تشكلت، تم التصويت على المحافظين. ما بعد ذلك يا أخوان انتظر، هو الوضع كله في الوضع كله متأسس. شو قراءتك على هذا الموضوع؟ قراءتك اليوم على اللي صار بالانتخابات وتجديد لبعض المحافظين؟ بس شوف، هسه التجديد ذول اللي حصلوا اصوات مع ملاحظاتي اللي موجوده عندي واللي احتفظ بيها، يعني ما بس اليوم هم فازوا، جابوا مقاعد جيده وبداوا يعملون على عمليه كسر الهيمنه من قبل الحرس القديم ومن قبل احزاب السلطه المتواجده، على الرغم من قانون سانت ليجو الذي يعني تم تغييره، على الرغم من كل المعوقات التي وضعت امامهم، استطاعوا ان يوصلوا بهذا. ما اتحدث عن المساله، لكن اليوم استاذ هشام انت تتحدث لي من اين لك هذا؟ احنا اليوم رجعنا من اين لك هذا الى المحافظه، جبناه من جديد في المحافظات الغربيه. وين هذا الحكي؟ وين اللي كان يقسم الوزراء بالقران ان يعملون له؟ هذا اليوم عاد هو المحافظ. وين من اين لك هذا؟ يعني انت بدك تطلب شيء غير موجود في العراق. لا توجد من اين لك هذا؟ يعني شعار من اين لك هذا شعار تعجيزي؟ لا، شعار للضعفاء فقط، شعار لصغار الموظفين، شعار للمساكين، وشعار للذين يتم محاربتهم سياسيا. اما انت اذا داخل ضمن السيستم المعين، ضمن سيستم المحاصصه، من يحاكيك؟ تحدث لك استاذ علي، قصور وبيوت، رئيس وزراء سابق تحدث بهذا الموضوع وقال روحوا شوفوا بالجادريه، شوفوا البيوت المن، وسالوا عليها شلون جت هذه البيوت؟ ليش احد حرك دعوه رئيس وزراء؟ هسه لا انا ولا انت معلاميين، رئيس وزراء سابق، احد حرك دعوه؟ اليوم عندك وشنو خوف لو شنو؟ سؤال، هو يخافون من عندهم لو ما يخافون؟ من هم؟ هم اللي هذول جايين نحكي عليهم؟ والله لا، يعني ما حد يطبق عليهم شعار من لك هذا؟ اذا سمحت لي، هو يمسك اليوم بعصا السلطه، ويمسك بعصا القوه، ويمسك بعصا الاجنحه المسلحه، ويمسك بالتالي فوق الشبهات، يعني فوق الشبهات. عمليه التغليس التي دعا اليها بعض قاده الاطار ايام الكاظمي، وقالوا سبب خطأ الوحيد انه ما يعرف يغلس، صحيح ولا لا؟ زين، وبالتالي اليوم هذا التغليس ينطبق على ما تتحدث عليه، انه غلس على وجود فساد او وجود مفسدين او وجود اثراء، على سواء كانوا احزاب او شخصيات. اليوم في احزاب ثريه وفي شخصيات زعامات ثريه، وثريه فوق المنطق، فوق المعقول، يعني بداوا يمتلكون ثروات تعادل ميزانيات دول، مو تعادل، يعني مو منافسة محلية أو منافسة داخلية. وبالتالي هذا الموضوع يعني حتى الحديث عنه أصبح
يعني يمكن المواطن يضحك علينا به، لان ما 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 ماكو جد، على الرغم من انه يعني التفاته كريمه من عندك استاذ هشام وجريئه وشجاعه في نفس الوقت، احنا علينا نؤدي واجبنا، لكن اقول في نفس الوقت هذا الموضوع غير قابل لا للنقاش. خلينا نرجع على موضوع المحافظات. تحددت بالنسبه لموضوع المحافظات، اعتقد القسمه يعني لم يحدث فيها تغيير ما عدا في المحافظات الثلاثة اللي كان الإطار يتحدث حتى نينوى. حتى نينوى يعني ماكو تغيير واضح. لا نينوى إعادة تجديد يعني. إذا سمحت لي، إعادة تجديد لمن؟ لعبد الله عبد القادر الدخيل. واضح سوق من جاب عبد القادر الدخيل؟ يعني بالنتيجة مو هو إجا في الوقت الضائع. يعني هو القصد أقول إن أربع محافظات عندنا صارن انه تم اعاده التجديد، واضح هسه بثلاث محافظات بناء على اصوات قدمت وذيك بناء على لا مو هي المحصله يعني جمهور، لكن انت تعال سولف المحافظات البقيه راح يتم توزيعها نفس ما صار باجتماعات الاطار التنسيقي. واضح واضح. هسه اليوم مثلا نضرب مثلا يعني النجف السماوة لنفس الجهة التي يعني كان الحديث عليها قبل يعني باتفاق الإطار الموجود. هسه النجف راح للحكمة والسماوة المرة أيضا للحكمة على ما أعتقد، يعني بالاتفاق بهذا السماوة كملت اليوم يعني هي حتى لا ما يعني ما سمعنا لا بعد يمكن السماوة بس هي بالنتيجة يعني محددة. وأنا شنو الموضوع النجف ما راح تقيس لي إنه مدى تماسك الإطار بالاتفاقات. النجف هسه حسب المسموعات مجال مجلس المحافظة كان متفقين على القناوي باعتبار أنه مرشح تيار الحكمة وإلى آخره. إذا بس المحصلة إذا سمحت لي أستاذ هشام، يعني اليوم بشكل بش 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 بشكل واسع يعني لا نستطيع أن نتحدث عن تغيير. سمعنا بعض الاتهامات ما بين قادة الإطار خصوصا فيما يتعلق بقضية النجف، ربما حتى عفوا الواسط، وحتى البصرة أنه جزء من الإطار اتفق مع المحافظ وأعطاه القوة أو أعطاه الرقم الذي يحتاجه لتجاوز هذه المرحلة. وأعتقد هذا الجزء حصل على منصب رئيس برلمان، عفوا رئيس مجلس محافظة ونائب محافظ، وبالتالي يعني هنالك اتهامات داخل الإطار بأن الإطار لم يلتزم بشكل جدي وواضح، وان هنالك بعض من يعني من اعضاء الجدد بداوا ينسحبون وبداوا يعني يعملون اتفاقات خارج اطار يعني خارج اتفاق الاطار. لكن انا قراءتي انه لن يؤثر على الاطار، لان انا دائما اقول ان الاطار ممسوك خارجيا، وبالتالي في القضايا الرئيسيه من الممكن ان يجتمع. اذا كان هنالك اختلاف في هذه الايام فبالتالي لا يمكن ان يعني نبني عليه بناء كاملا. كل زين. سيد عباس الموسى ارحب بك ضيفا عبر الهاتف، مستشار رئيس ائتلاف دوله القانون. سيد عباس، من حياك من الخيانه منين اجتي من بالاطار التنسيقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام والضيوف الاعزاء. يعني من المبكر الآن تشخيص موضوع الخيانة أو الاتهام بالخيانة. حصلت اختراقات في أكثر من محافظة، وبالتأكيد الصورة ستكون واضحة أمام الجمهور. نحن لا نريد في مرحلة اتهامات الآن، وما زلنا في مرحلة إكمال الاتفاقات السياسية بين الكتل السياسية، لذلك الدخول في مرحلة الاتهامات لا تخدم اتمام هذا المشروع. ونحن مشروعنا ليس مشروع ان ندخل في اتهامات او تعطيل احدنا على الاخر، وانما مشروعنا من اجل انجاح فكره الانتخابات ومجالس المحافظات وتقديم الخدمات الى المواطنين، لاننا ندرك جيدا فشل التجربه الان هو فشل وشماته من المتربصين بالعمليه السياسيه، ولا اقصد في الداخل العراقي، هنالك من يتربص بالعملية السياسية وإفشال العملية السياسية وإفشال العملية الديمقراطية. لذلك نحن نقول حصلت، نعم حصل هنالك اختراق اليوم، حصل البعض سال لعابهم على فتات وخرج عن الاتفاقات. عودني أنا الخيانة سمعتها من بعض الأطراف القريبة على الإطار، لذلك سألتك حول موضوع الخيانة من عدمه، لكن من اللي سال لعابه على بعض الفتات ومن اللي اخترق اتفاقات الاطار التنسيقي؟ قد لا تكون كتل وقد لا تكون توجيهات من الكتل،
قد تكون ضمن فردية من أعضاء في مجالس المحافظات، لذلك لا يمكن أن ندخل في مرحلة الاتهامات إلى كتل سياسية ونحن لم يتم الانتهاء من موضوع التدقيق والتحقيق في هذا الموضوع. زين، بقت لنا هسه بقت لنا عدة محافظات لحد هذه اللحظة ما محسومة. اليوم بثمانية الاجتماع مجلس محافظة بغداد راح يتم، راح يروح منصب المحافظ دولة القانون أم لا؟ يعني هكذا هو متفق عليه أن هنالك اجتماع لمجلس محافظة بغداد وإلى الحلة وإلى الناصرية، هنالك اجتماع وبعض المحافظات السماوة التي لم تكمل هذه الموضوع، هنالك إصرار من الكتل السياسية على الالتزام بالاتفاقات السياسية، ولكن بالتأكيد يعني هنالك اتفاقات محلية بين أعضاء مجالس المحافظات قد تغير الخارطة في محافظة هنا أو هناك، لذلك حصل يعني عمل جاد من قيادة الإطار على تلافي أي اختراق وأي إشكال في الموضوع حتى نصل إلى النتائج، لأننا نؤمن أننا أمام مشروع مستقبلي، تعاون بين المحافظات، تعاون بين الكتل، تعاون بين السيد رئيس الوزراء، تعاون لابد أن يكون تعاون بين أعضاء المجالس والمحافظ، لا يمكن فرض محافظ على المجالس، لذلك ننتظر أن ينتهي اليوم وتكون ونرى النتائج وندخل في مرحلة التقييم. قلقين دولة القانون من الاجتماع اللي راح يصير على مجلس محافظة بغداد واختيار المحافظ؟ قلقين من هذا الاجتماع؟ بصراحة لا، ماكو قلق. هي القضية بغداد رمزية أكثر من ما هي يعني لها رمزية وتكشف من خلالها مصداقية الكتل أمام الجمهور، يعني حتى لو خسرنا محافظة من المحافظات نكسب ثقة جمهورنا أننا أردنا أن هذا، ويكشف عدم مصداقية الكتل التي لا تلتزم باتفاقاتها. يعني القضية لا يمكن أن نحسمها اليوم نقول حصلنا على محافظة بخرق الاتفاقات. تتذكر هشام ما حصل في 2014 وبعض الكتل التي عملت على اتفاقات خارجية، لحتى الآن عندما يتكلم المحلل والإعلامي والسياسي ويقرأ الواقع العراقي يقول هذه الكتل خرجت عن الاتفاقات وحصلت على اتفاقات فرعية، هذا سيكون كذلك في المحافظات. لذلك بصراحة لا، ليس قلقين على المحافظة هنا أو هناك، وإنما نعمل بجد على أن تكون هنالك وحدة داخل الإطار وتماسك الإطار، لأن المشروع الأكبر من المحافظات هو الإطار الذي يدعم الحكومة في بغداد. البصرة كان من المفترض حسب اللي جاي نسمعه بأنه مجلس محافظة البصرة المفترض يكون يروح دولة القانون، اليوم اللي شفناه راح البدر، شو اللي اختلف؟ هذه الاتفاقات المحلية تكون، يعني أول شيء رجام موضوع المحافظين أفشل نظرية المجرب لا يجرب، وأعاد نظرية من يملك الأغلبية يستطيع أن يعمل شيء، هذه الفكرة يعني يجب أن ننتبه لها. حصل المحافظين بغض النظر عن تقييماتنا لهم، ولكن حصلوا على أصوات، هذه الأصوات تمثل مجموعة من الناس، بالعمل السياسي نبذل قصارى جهدنا أن نحصل على نعمل على تغيير، وهذا واقع. يعني حتى الكتل السياسية الأخرى عندما حصلت على أصوات ضمن الأطر الديمقراطية تعمل على الحصول على أصوات مضادة. لا يعني أنا اللي جاي قصده البصرة يعني صار بها اختراق خارج خارج التوافق أو التحالف. لم يكن اتفاق في البصرة في هذا الموضوع، لذلك حصلت الاتفاقات المحلية هي التي غيرت المعادلة، وإلا لو كان هنالك اتفاق مركزي لكان الأمور تختلف، بالرغم حتى هذا الموضوع لم يكن اتفاق على أنه يكون رئيس المجلس من دولة القانون، أنا أقولها بصراحة. لكن بصراحة يعني مجرد إعادة التجديد مقابل البيان اللي صدر عن إطار التنسيقي بعدم التجديد لأي محافظ، هذا يمثل انه يعني عدم التزام بهذا بداخل يعني التحق. بغض النظر عن البيان الذي صدر، كان المفروض ان لا يكون هنالك بيان وننتظر النتائج. هذا الذي حصل بيان، قد يكون بعض الاطراف غير حاضره في هذا الاجتماع واتخذوا هذا القرار، وتعلم في بعض القرارات
الإجماع هو الذي يحكم في هذا الموضوع. الآن نحن هنالك نتائج، نرى النتائج، نرى الأسباب، نرى الانتخابات، نشخص هذا الموضوع حتى نصل إلى نتائج أفضل للمرحلة القادمة. زين، بالمحصلة سيد عباس، وفق الاتفاق الأخير للإطار التنسيقي دورة القانون، شنو إلى من المحافظات؟ بغداد وبابل وبعد؟ كان المتفق أنه بغداد ومحافظات أخرى، قد إلى أن ينتهي الاتفاق سيتم الإعلان عن هذا الموضوع. نحن لا نريد أن نحرج شركائنا الآن. هي أصبحت متداولة لدى الجميع سيد عباس، يعني بغداد وكان المتفق أنه كربلاء وياها أعتقد بابل، هاي آخر شيء اللي سمعته. أبدا كربلاء لم تكن ضمن خطة الإطار ولم تكن محسوبة من حصة دولة القانون، حتى بابل لم تكن محسوبة على دولة القانون. يعني حصة دولة القانون شنو؟ بس بغداد؟ كان المفروض بغداد ومحافظة أخرى خرجت من بسبب الحصل الذي اليوم، لذلك المحافظة الأخرى من اللي خرجت؟ يعني بس كربلاء؟ الكوت ممكن. لو الكوت؟ الكوت الكوت الكوت. يعني هسه المعصرة التعويضية وين؟ بغداد وشنو؟ ما هم صدقني هشام، الموضوع مو موضوع تعويضية، الموضوع نريد الأمور أن تسير وتنطلق. مجالس المحافظات استحقاقنا قد يكون أكبر من هذا، ولكن المهم الأساس أن تسير مجالس المحافظات ونزيل هذه الصورة النمطية عند المواطن العراقي أن مجالس المحافظات هي حلقة زائدة في صندوق في المعادلة السياسية العراقية. حلو. المواطن ينتظر، لذلك لو أصرينا وأردنا هذه الأمور لقد نحصل على شيء، ولكن تتأخر الأمور. هذه الفكرة الأساس اللي ينطلق بها مفاوض دولة القانون من أجل الانتقال إلى مراحل أخرى لتقديم الخدمة. يعني بالمعصرة سيد عباد، سؤال أخير، تعتقد بأنه هذا اللي صار راح يأثر على تماسك الإطار التنسيقي أم لا؟ لا بصراحة ما أتصور، لأن الإطار هو إحنا نعرف هنالك أركان أساسية داخل الإطار، هذه الأركان متماسكة وقوية، وهنالك أطراف أخرى داخل الإطار قد يكون هو الذي حصل من عندها الالتفاق خارج الاتفاقات. هذه بالتأكيد قيادة الإطار ستتخذ قرارات في هذا الموضوع حتى لا تتكرر هكذا أمور، أما البنية الأساسية للإطار فهي باقية ومتماسكة وتقوم. تمام، أنا أشكرك شكر جزيلا السيد عباس المستوي مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون على كل ما تفضلت به. سيد علي، هسه احنا بالمحصلة خلينا نحكي على مجالس المحافظات اللي كانت تعتبر حلقة زائدة وتم تجميد عملها بسبب التظاهرات اللي خرجت في تشرين، لكن هسه وفق من يقيم عمل المجالس سابقا يقول لك الان المجالس اختلف شكلها مو وضعها السابق، اليوم اكو قوى سياسيه، عاده تجديد لبعض المحافظين، قوى سياسيه ناشئه ايضا دخلت المجالس، هذا راح يعطي مؤشر انه المجالس فعلا راح تشتغل شغل يرجع ثقه الجماهير ومجالس المحافظات. اخو هشام ما ادري انا ما سمعت زين، الاخ عباس ذكر انه حلقه زائده مجالس المحافظات، لا احنا خلينا نتجاوز هاي التفاصيل. نعم. حتى نرجع ثقه المواطن بمجالس المحافظات اللي يعتبرها هي حلقه زائده. لا حلقه زائده، بالعكس مجالس المحافظات حلقه مهمه. أي. حلقه مهمه دورها في خدمه الناس، نعم هي مجالس خدميه الكل تركز عليها، الخدمات مهمه، المواطن يريد خدمات، فيعني لازم ننظر لها من هذا الجانب، لها اهميه ايضا تتم من خلال المفروض بها تتم من خلال ممارسه ديمقراطيه، انتخاب حر مباشر، فليست بحلقه زائده. يعني هذا رايي انا، الاخ عباس عنده هذا راي، نحترم رايه، لكنه لا هو مو راي يا سيد عباس، هو نعم. الجماهير ترى راي الجماهير، انت بتشرين مو صغير، قالوا هي حلقه زائده وحلقه فساد. انا ذكرت لحضرتك ايه؟ تشرين طلعت رد فعل على واقع فاسد. يعني مو كل تشرينين متفقين، التشرينين انواع، الاحتجاجيين انواع، اذا ما متفقين عدنا جمدنا عملهم، ما يخالف منو عملهم، عمل محافظات مجمدناها، البرلمان جمدها ايه؟ للفساد بالفساد. نعم، بس هي مطلوبة بنظام اتحادي فدرالي، مطلوبة مجالس تمثيلية بمستويات مختلفة. هسه اكو امل انه تحسن، مجلس النواب حلها ولم يلغيها، لم يقدر يلغيها. صحيح تمام، لا موجودة دستورية، لكن انت هسه من هذا اللي شفناه اليوم
راح يكون النشاط فعلا نشاط جيد تجاه المحافظات، لو نشاط لا يقل سوءا عن باقي السنوات السابقه. احنا هذا احنا اليوم تم انتخابهم. احنا من الجمهور بنطالب بحلها، واحنا الان طالبنا باعادتها وصارت انتخابات، نامل ان يعطون يقدمون صوره اخرى تختلف عن صوره المجالس. وهذا يعتمد على التجربه. بعدنا احنا الان نامل، اليوم تم انتخابهم، لا نستطيع ان نحكم، ننتظر دورهم، ننتظر تصرفهم. المجالس المحافظات بموجب قانون المقدمات لها سلطات، لها سلطات بموجب قانون المحافظات رقم 21/2008، لها سلطه تشريعيه، تصدر تعليمات، تصدر انظمه، دور فيما يخص الخدمات اللي تقدم للمواطنين. فننتظر فعلا راح يحققون هذا الشيء، يخدمون سلوكهم، سلوك يعتمد على حلقات ضيقه، من ياخذ الجمهور بعين الاعتبار، ذاك الوقت نقدر نحكم ان ادائهم لم يختلف عن الاداء السابق. هي مقدمات تعطيك والشعب النتائج. والشعب رقيب. من الرقيب؟ تمام للسلطه، البرلمان، الشعب، ممثلين، لكن الشعب رقيب. الناس تحكي، الناس تحكي، ما تخاف الان تقول هذا المجلس الفلان بالمجلس مو نظيف، هذا فاسد، فهذه الرقابه موجوده. فاحنا نامل بهذه الدوره انه يتم يعني ان هذه المجالس مستقبلا تقدم خدمه. من يقول ما يصير استغلال الرقابه؟ هذا انسان من يقول احنا اذا تريد ترجعني مو عندنا عندنا تجربه فاشله مع مجالس المحافظات. نعم اخي الكريم، نعم هذا صحيح، عندنا محافظين انتفعوا على حساب المال العام. احنا في البدايه من قال لك هذا ايضا من اعضاء مجالس المحافظات ينطبق عليهم هذا الشيء. مليارديريه بعضهم صار. بالضبط هذا هذا صحيح، بس احنا الان ننتظر هاي التجربه الدوره الثانيه على ضوء نحكم. والان البرلمان، هذا البرلمان والبرلمان القادم زي. ينبغي ان يكون له دور في مساله الرقابه على مجالس المحافظه. طيب سيد، احنا اذا تسمح لي، مساله ما ذكر انه المجرب لا يجرب، هذا شعار غير مقبول. اولا قانون المحافظات الذي اقر بالبرلمان العراقي والكتل السياسيه الذي اقرته الان المشاركه الكتل الكبيره دوله القانون كل اقرت مجالس المحافظات، خلت دوره انتخابيه لاربع سنوات مفتوحه، مفتوحه. فتماما ممكن تجي تقول لا بالتطبيق ما يصير، هذا يخالف النظام، النظام الديمقراطي المفروض. اذا شنو الانسان اذا قدم واهل المحافظه قدم لهم خدمة جيدة والمحافظة تريده. لا صارت تجربة عندنا بثلاث محافظات. احسنت. تمام. بالضبط. لا أنا أفهمك. سيد مناف، هسه من المحصلة أنه راح نشوف مجالس محافظات متجانسة، راح يشتغل المحافظين بأريحية، راح يقدم مجلس المحافظة خدمة لأبناء محافظته وهم والمحافظ، لو نرجع نفس الأسباب السابقة اللي دعت الناس لحل هذه المجالس لفسادها وعدم خدمة المواطن. يعني هسه مثلا اتفق ويا استاذ علي، احنا يفترض ان ننتظر، يعني الحكم حكم مسبق قد لا يكون، لكن اعود الى ما تحدثت به، المقدمات. المقدمات هي يعني تعطي نتائج، اشاره الى النتائج الموجوده بالنتيجه. انا اقول ان نظام المحاصصه بهذا الشكل، انا نسال من خلال برنامجي الكريم اليوم، الصفقات اختيار المحافظين ما صار بها دفع اموال، ما صار بها شراء، ما ادري. لا سأل انا ما ادري طبعا، ما ادري. يعني سبحان الله، في مجلس البرلمان، رئاسه مجلس البرلمان كنا درينا، عرفنا ايش قد الرقم مال رئاسه البرلمان، بس هنا ما ندري. ايش عجب؟ ليش ما ندري؟ يعني هيك باريحيه وبثيابيه بجسمه ناس عليها ملفات فساد، ها كبرها، تشك، ها كبرها ملفات فساد، ها كبرها، الشك موجود ان العمليه مرت بنزاهه. لا لا انا شك، بس انا يعني ترى شك ما بي هذا، ما بي دعوه قانونيه. اذا سمحت لي استاذ، يعني انا اتحدث عن المقدمات. يعني شخص من يجيب الوزير ويحلفه على القران، يحلفه انه تشتغل لي، مو تشتغل للحكومه العراقيه. طيب. ويرجع اليوم مثلا محافظ، هذا ما حلف احد اليوم، ما اشترى لحد، ما اطلع حد. هسه يعني بالنتيجه هذه المقدمات غير مبشره. اليوم انا اخشى على هذا البلد والله العظيم من العوده، عوده التغول الحزبي،
اليوم أنا أخشى على هذا البلد من أن الهدف من إعادة هذه المجالس هي لتقسيم الكعكة من جديد، بعد أن شعرت بعض الأحزاب أحزاب السلطة بأنها أبعدت مع إلغاء مجالس المحافظات، وتحدث الأخوان بصوت عالي وقالوا أن المحافظين استأثروا يعني بالمحافظات، بدا يتصرفوا ببعده وبدا يشتغل ببعده، وخلي نقول بين قوسين بدا ياخذ ببعده ما يطل الاخرين ما يطل. لذلك كان اصرار كبير وشديد من الكتل السياسيه، وانا قلت في اكثر من مره قلت كان عباره عن عمليه كسر اراده الاراده الشعبيه هو العوده الى هذه المجالس. بالتالي يعني نقول ننتظر، لكني غير متفائل. انت غير متفائل؟ طبعا. ليش؟ وين اكو يعني وانت توك تقول انا ما اقدر احكم من هالصيف. انا انتظر وياكم بس كتفاؤل انا غير متفائل، لان بالنتيجه نفس الصراعات الحزبيه موجوده اليوم ونفس الاستئثار موجود، لا ربما يعني زاد على هذا الوضع، واخشى ما اخشاه يعني بعض المحافظين بدات تندز يعني استفسارات على املاك ازواجهم في الامارات وعمان وتركيا، بعضهم بدت يعني هسه بالنتيجه هذا موقف جيد نتمنى ان يعمم على الجميع. يعني مو هذا الملف ايش مدرك ما يستخدم سياسيا، مو على هسه يستخدم سياسيا بعد ما ادري. يعني بالنتيجه اتمنى انه هذا التعميم او هذا السؤال يتم على اغلب السياسيين الموجودين اليوم اللي يملكون ثروات اعلى. وسؤالك اليوم بدايتك اليوم ودعوتك اليوم اعتقد دعوه مهمه. طيب. نتمنى ان يعني تلقى اذان صاغيه وان نسمع في الايام القادمه عن يعني عن متابعه وعن مراقبه وعن تساؤل عن مصدر هذه الاموال. طلع لي ثلاث محافظات اللي فازوا محافظيها بعدد الاصوات بنصف زائد واحد، وقل لي على المحافظات البقيه اللي بعضها ذهب باتجاه التوافقيه. لا ما فازوا استاذ هشام، ما فازوا في النصف زائد واحد، لذلك اقول ان هنالك صفقه تممت الوصول الى النصف زائد واحد. نعم عندهم نصف زائد واحد. لا يعني البصره عنده نصف زائد واحد. لا ما عنده البصره على انه بالاجماع الحضور. اي وما صارت مثلا شنو يقول لك مثلا مجلس المحافظه البدر ما نائب ثاني بس ما عنده نصف زائد واحد، عنده 12 مقعد هو 12 واخرج منه احد الفائزين بسبب اعتقد هسه جو واحد من بدر واحد من دوله القانون. ها؟ اجى واحد من بدر واحد من دوله القانون ومشيت. اذا لا يمتلك النصف زائد واحد جاء بصفقه يعني بالنتيجة. بالمحصلة المحافظين اللي فازوا هسه خلينا نكون واقعيين، انت خلوه حكم مكانهم وغيره، يقول لك يعني اذا اروح استفرد ببحدي ما يخلوني اشتغل. لا واضح تمام. فانا خلي اعطي مثلا قسم ترضيه للاطار التنسيقي، اعطي مجلس رئاسه مجلس محافظه نائب اول. استاذ هشام هو داخل الاطار ماكو رضا، يعني على ما يبدو انه تم استماله بعض القوى الموجوده داخل الاطار والتي ايضا لا تمتلك ربما مقاعد كثيره. يعني مثلا نذهب اليوم نسال عن رئيس محافظه واسط، لمن تابع؟ رئيس مجلس محافظه واسط السند. السند كم مقعد السند موجود في؟ يمكن واحد او اثنين. واحد يستلم رئاسه محافظه؟ اكيد يعني هي توافقات بعد. اذا يعني داخل الاطار اليوم في رضا على هذا التوافق؟ استاذ عباس بالعكس، استاذ عباس اكد هذا المساله، قال لك انه الموضوع انه موضوع فردي ما مبني على تحالفات، انه اثنين ثلاثه راحوا مجلس المحافظه وراحوا صوتوا في سبيل مناصب. لا يعني ما الفردي بهالمساله يعني زين استاذ علي كل زين استاذ علي، هذا ايش راح يعطيك بالمحصله؟ يعطيك انه اذا بنيت على هذا الاساس اساس التوافقيه والمحاصصه والاتفاقات وكذا، ايش راح تترجى انت من مجالس محافظات اللي تقول ما اقدر احكم عليها؟ لا هي التوافقيه موجوده. زين. هاي الغطاء للمحاصصه توافقيه. اكيد. نعم يعني موجوده، وهذه موجوده في البرلمانات كل البرلمانات تنقسم، موجوده الاتفاق موجوده، بس لازم تكون على اسس سليمه. يعني انت اليوم التحالفات الاحزاب تتحالف بيناتها بس على اسس سليمه، لازم الأسس السليمة الذي تبتعد عن التمييز بين المواطن، تحترم حقوق المواطن، هذه الأسس الذي اعتمدها خلينا نقول دستور العراق بالباب الأول والثاني مبادئ جيدة، إذا تم اعتمادها ماكو غير من التوافق عليها. أما نتوافق على تقسيم حصص
وناتي باشخاص السمعه مالتهم ما محترمه في وسطهم الاجتماعي، عليهم تهم، هذا ما مقبول. على اساس الحصص انا لك حصه ولي حصه واتي باشخاص، لا، احنا نريد اولا عداله في التوزيع في هذا الاساس، مو فقط تاخذ الحصص الكبيره، ايضا الحصه الصغيره قياسا بالمجلس المحافظه هم انتخب الشعب، الدستور اقرها، قوانين الانتخابات اقرت، هذا هم اشركه بالمساله، مو فقط الاحزاب الكبيره الذي لها نفوذها والذي تحكمت في اختيار الاخرين شنو؟ ما اجوا عن طريق انتخاب حر وشعبي، ايضا اشركهم. هذا الاساس في مساله التوافقات. مو هاي المشكله اذا سمحتي، مو هاي المشكله. نعم. المشكله الحقيقه اللي ادت الى ان تحدث عمليه سوء الاداره. انه اذا ما تتوافق هذه الاحزاب بالنتيجه الصراع الداخلي عليهم ان يكون تاثيره في عمليه تبديل المحافظين، في عمليه تغييرهم، في عمليه احنا انت تتحدث عن خدمه للمواطنين، وهذا يعني هذا يفترض امر مفروغ منه، واحنا نلاحظ ويا الانتخابات شلون تبدا حمله التبليط وحمله الاعمار وحمله مو هذا الهدف. اليوم الهدف الاستراتيجيه اللي من الممكن ان نضعها لاعاده بناء الدول، عفوا المحافظات، نمتلك محافظات في الوسط والجنوب، محافظات ضعيفه في بعض الاحيان، محافظات منهاره. هذا اللي جاي اقوله في سبيل انه اني شلون هو اللي يسالني على التوافقات شنو رايك؟ يعني هسه لا، مو رايي بالتوافقات. نعم. رايي انه التوافقات سواء كانت توافقات راح تحصل من عندها شيء، انت بالنتيجه عندك تجربه سيئه، تجربه بنيت على اساس التوافق، وبعد حل مجلس المحافظه، بتخيل بعد مجالس محافظات ماكو، يعني المحافظ والنواب مالته وبعض المحافظات كلش ما تم تقديم لها، بغداد وبدليل معاقبه محافظها بعد، والسماوه وضعها المزري، الديوانيه وضعها المزري، بعد ايش عندك؟ تمام، بابل، لا البصره، بابل هاي بابل ايش كبرها؟ عندك شارع مبلط صار لك كذا سنه، وتعال روح شو كنا محافظ. استاذ هشام، البصره على الرغم من فوز السيد اسعد العيداني لحد هذا اليوم، انت اذا تروح البصره بها ما يصالح للشرب، وين استراتيجيه في العمل؟ 20 سنه صار المصدر الرئيسي للاقتصاد العراقي. لا اعتقد تعاقده ويا شركتين. هي الصور ووتر هاي اسير دنوب، اسير دنوب على حجر الاساس. لا لا تعاقده. يصير له ما تصير بين بعض. زين انا اتحدث عن يعني تحديد الاولويات اليوم. هو وين نحدد الاولويات؟ بالجسر والطرق الفاشله اليوم اللي اصبحت تسمى طرق الموت، روح من بغداد الى البصره، ماذا تسمى طرق الموت؟ ما هي الاجراءات اللي تم اتخاذها لمعالجه مشكله تتعلق بحياه المواطن اليوم؟ مشكله تتعلق، احنا يوميا اليوم عدد المفقودين في حوادث السير اكثر من المعارك، اكثر من المعارك اللي حدثت في ايام تحرير المدن التي تم احتلالها من قبل داعش. بالتالي هذه الاستراتيجيات وين تخليني؟ وين تسوي تبلط لي شارع وانت الشارع تمشي عليه تريله غير مطابق للمواصفات؟ بالنتيجه جاي نحسب وينجز. اي لا لا يعني للاسف هذا اي هذا الم يعني لكل مواطن عراقي. بس احنا نريد من خلال هذه المجالس، نريد انه تقوم بهذا الدور، تهتم بمحافظاتها، يعني ينشا الانسان بقريه كذا شارع الان يصير عمره 60 سنه ما حد التفت عليه وشاف الشارع ماله، يجي نائب يتفق ويا البلديه بالطول الشارع، قال لك هذا المقياس، قال لك هذا المخلص، هذا طبعا ناس ما عندها خدمات. الى كل الحق هذا ناس ما عندها خدمات يعني، لكن المحصله اذا توافقيه نتائجها شان السلبيه سابقا، وراح مجالس المحافظات وجو محافظين ما قدوا محافظاتهم، تعال نترجى من جديد، عندنا نفس الطاس ونفس الحمام باتجاه التوافقيه، حتى والله ننتظر من هاي المجالس تقدم لنا. ترى هذا ماكو هيك منطق، انا عندي خلل عالجته بالحل، اجي النوبه اكرره وانتظر عندهم يقدمون شيء؟ لا يعني احنا في بدايه ذيك الساعه انا والاستاذ مناف قلنا لك الان يعني من السابق لاوان ان نحكي، ننتظر فعلا هل التوافقيه هاي حضرتك اللي تقول عليها راح تخدم الناس او لا تخدم الناس؟
صح له لا على رأيي؟ إيه يعني 20 سنة إيش قدمت لك؟ قدمت مو مجالس المحافظات، لا قدمت البرلمان، قدم والكتل المسيطرة على البرلمان. نفس يعني خلي ننتظر يعني أنا ما أقول لك لا من الآن، اليوم اليوم اجتمع البصرة واجتمع البارحة كربلاء أربع مع، خلي نشوف نتائج عملهم. أنا ما من الآن أنسفهم تمام لمتى ما اقولهم انتم ما نحكي عن الشخصيات. نعم احنا ما جاي نحكي على الاعضاء، هو انا كمجلس شكر على اساس التوافقيه. مجلس المحافظه يتكون من افراد من اشخاص ذولا، ننتظر العمل ياتي باسم المجلس، ننتظر المجلس هذا بالمحافظه خدم الناس سؤال او لا يخدم سؤال الناس. سؤال يعني هسه بهاي المجالس اللي احنا جاي نتامل عندها خير، نعم المشاريع ما راح تقسم على الاعضاء الكومشنات أو على الأحزاب، الكومشنات ما راح تقسم بين الأعضاء كما حصل سابقا، اليوم الاقتصاديات ما راح ترجع تنشط من جديد. أنت توجه سؤالي يعني أنا أنفيها لهذه المسألة؟ لا أنفيها، أقول لك يعني المقاولات دوائر ومؤسسات الدولة إيش مبنية؟ اللجان الاقتصادية الذي أكلت العراق المن وزعتها؟ وزعتها إذا راح تتوقف استاذ علي ودي يسلك يعني في هذا المجلس هذا مطالبه الاقتصاديه تتوقف لو تبقى نفس الشيء يعني الكتله الصدريه القوى المدنيه مو ضد ايش اسمه اللجان الاقتصاديه مو نقوم ونقعد ونحكي هاي ترى باب للفساد هذه لتوزيع ما يصير بالبرلمان مجالس المحافظات يقول لي جائز تقول لي المن راح توزع المشاريع إن وزعت على هذا الأساس إذا مفروض ثاني يوم ننهيها هاي المجالس المحافظة. أما من الآن يعني أنا كل الزين أقدر أقول لك إذا إحنا بالنتيجة الموضوع سابق الأوانة وننتظر من عندهم طبعا وإن شاء الله خير. هاي بس إذا سمحت لي أستاذ هشام، لكن هذه ملاحظات نتحدث فيها من الآن أكيد. اليوم هذه الملاحظات ملاحظاتنا إحنا الغير متفائلين المتشائمين، ماكو اللي يعتبرنا بهذا الشكل. هذه ملاحظات اليوم نضعها مباشر نقعد أنا وياك ونسولف كل زين مثل ما الحكومة ورا ست شهور ورا سنة شنو اللي صار. أنا هم أكون وياكم مو بس أنت وياي إن شاء الله. إن شاء الله هذا مطلب أكيد شعبي. أنا قبل ما أختم هاي سابقا بالفترة السابقة قبل بعد ما حلوا مجالس المحافظات احد النواب ثلاث مرات رادوا يقيلوه ثلاث مرات، كل مره يتم اهداء لاعضاء المجلس سياره على سياره على سياره. ثاني اعضاء المجلس طبعا حتى يبطلون ما يقيلوا تمام. فذول الجماعه سالفه قديمه صارت موس حلوه يعني. فاخر شيء انه المره الثانيه وزعنا لهم فلوس تعودوا اعضاء المجلس يوم يريدون يقيلوا تمام. المره الثالثه هم ما قدروا يقيلوا طاروا بالإقرار التجميد أو قرار الحال مال مجلس النواب. فإحنا هذا اللي نتمناه ما يتكرر هسه تمام. أنا أشكرك شكر جزيلا السيد علي الرفيعي رئيس تحالف قيم المدني على كل ما تفضلت به. شكرا موصول السيد مناف الموسوي مدير مركز بغداد دراسات استراتيجية، ولمن ضم معنا عبر الهاتف السيد عباس الموسوي مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون. شكرا موصول لكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة.